بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رمضان كريم وشهر كريم علينا جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر دايما بخير وشعبها وكل مؤسستها الوطنية في تقدم وازدهار إن شاء الله. الحقيقة يمكن النهاردة يوم مش عادي بالنسبة لينا احنا كأهلوية، يعني لأنه النهاردة هو يعني عيد ميلاد النادي الأهلي 24 إبريل. كل سنة والنادي الأهلي بخير، كل سنة والنادي الأهلي هو المعلم، كل سنة والنادي الأهلي هو القائد، كل سنة والنادي الأهلي مصدر السعادة والفخر لجماهيره وأعضائه، ودايما رقم واحد بإذن الله، رقم واحد مش بس في مصر بإذن الله، رقم واحد في أفريقيا وفي الوطن العربي بإذن الله. ونتمنى طبعا نكون لينا دور عالميا إن شاء الله قريبا، يعني إن شاء الله يعني. في مناسبة النهاردة اللي يعني أكيد غالي علينا كلنا، لازم بس نفتكر مع بعض ونشكر الرجالة العظيمة أصحاب فكرة إنشاء أو مؤسسة أو إنشاء مؤسسة النادي الأهلي أو تأسيس النادي الأهلي، علشان يكون هو ده نادي الشعب، يكون هو ده نادي الوطنية. رحمة الله عليهم جميعا، هنفضل كل الأجيال يعني إحنا وكل الأجيال اللي بعديهم ممتنة لرموزنا واللي جاية، ممتنة لرموزنا العظام اللي كان ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في الانطلاقة الأولى لنادي القرن الأفريقي. النهاردة كمان عايز أهني عائلة الأهلي، إحنا كلنا على واحدة. عايز أهني في الأول جمهور الأهلي، جمهور الأهلي الجمهور العظيم، جمهور الأهلي الجمهور الوافي جدا جدا، جمهور الأهلي اللي هو طول عمره حقيقة في ظهرنا، جمهور الأهلي اللي بيشارك يعني أو بيسند النادي في المرة قبل ما بيكون سعيد في الحلو، بيشارك في المرة قبل الحلو، جمهور كل يوم بيدي دروس الحقيقة في الإخلاص وفي العطاء، جمهور بيدي مش منتظر حاجة. كل الناس اللي بتحب الأهلي وبتشجع الأهلي مش منتظر حاجة، هي سعيدة، والسعادة دي بتديها دافع ان هم تحاول تهتم بناديها في كل وقت. هو ده جمهور النادي الأهلي العظيم. كمان عاوز أهني أعضاء جمعية العمومية اللي محدش أبدا يقدر ينسى دورهم في مسيرة النادي الأهلي على مدار الأجيال، من يوم ما النادي الأهلي تأسس 1907 لغاية النهاردة 114 سنة، كل الجمعيات العمومية اللي بتيجي على مدار التاريخ بالنسبة للنادي الأهلي بيخافوا دايما عن النادي، حاسين دايما بالنادي، بيشعروا أن في شيء ممكن يمس النادي، لو حسوا أن في شيء ممكن يمس النادي أعتقد لأن كلهم اتحركوا يعني كلهم من كل اتجاه، لكن كلهم لاتجاه واحد بس، هي مصلحة الأهلي. بيجنبوا عواطفهم، بيحط مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، علشان كده النادي الأهلي دايما يعني بيراهن أو احنا بنراهن دايما على وعي الجمعية العمومية وخوفها على مصلحة النادي. الحمد لله عمرنا ما النادي الأهلي ما خسر الرهان ده، لأن النادي الأهلي دايما بجمعيته العمومية وبجماهيره بخوفهم وخوفهم على مصلحة النادي. أتمنى أن خوفهم وحرصهم ده مش بس بقى للجمهور والكمان للجمعية العمومية، أتمنى تعلموا ده لأولادكم، لأن الأجيال اللي جاية برضو أتمنى أنهم يكونوا على نفس الوضع ونفس الشكل ونفس القدرة على العطاء والحب والاتجاه لمصلحة النادي الأهلي. عايزين نعلم أولادنا ده عشان الأجيال اللي جاية بإذن الله. كمان أحب أن أنا منساش كل مجالس الإدارات السابقة بالنسبة للنادي، كل مجلس إدارة على مدار التاريخ ليه دور، كل مجلس إدارة بيكمل يعني مسيرة المجلس اللي قبله، دي ميزة النادي الأهلي، الترابط ده والتلاحم ده هو ده ميزة النادي الأهلي. وزي ما قلت قبل كده النادي الأهلي طول عمره يا جماعة يعني هو زي سلسلة ذهبية، أجيال بتكمل أجيال أو أجيال بتكمل بعض. فأنا حقيقة بشكر الجميع وبحيي كل أعضاء مجلس إدارة السابقين كلهم. كمان بقى نيجي للمنظومة الحالية، منظومة العمل الحالية اللي هي مجلس إدارة، الإدارة التنفيذية، الموظفين والعاملين، اللعيبة، المدربين، كل المنظومة، كل المنظومة اللي بتعمل في النادي الأهلي. أنا عندي الحقيقة رسالة لكل، عايز أقول لهم في عيد ميلاد النادي الأهلي، الانتماء للنادي الأهلي مسؤولية كبيرة جداً، والعمل في الأهلي وعلشان الأهلي مسؤولية أكبر، بس كمان شرف كبير جدا لكل واحد فينا.
انك تنتمي للنادي الاهلي تشرف كبير جدا ليك. الاهلي خيره على الجميع، كل ما ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي له فضل عليه طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كلنا يعني مديونين للنادي الاهلي، واحنا طالما موجودين وارتضينا نحن موجودين في الفتره الحاليه لازم نشتغل باقصى جهد، والاخر يوم لازم نشتغل باللي يوازي قيمه وقدر النادي الاهلي وبالشكل اللي يحقق يعني او يحقق طموحات الملايين من جماهيره واعضائه. زي ما قلت يعني كمان علينا مسؤوليه كبيره جدا، والاهلي كمان الحقيقه يستحق ان احنا نضحي ونستحق نعمل كل حاجه صح علشانه. النادي الاهلي يا جماعه دلوقتي بقى العالم كله بينظر للنادي الاهلي برضه، الحمد لله رب العالمين احنا وصلنا ان الناس كلها في كل بلد في العالم النهارده عارفه ان في نادي الاهلي في مصر، عارفه النادي الاهلي ده يعني بيحقق ايه. دي قيمه كبيره جدا جدا، احنا كلنا شركاء في ده، جمهور، اعضاء، مجالس ادارات، لاعبين، كل العاملين، مجالس كل العاملين ليها دور في دوت. فعشان نبقى كده باذن الله يعني نستمر في هذا الشكل. المهم في النهايه مش عايز اطول على حضراتكم، في النهايه كل سنه والنادي الاهلي في المقدمه ان شاء الله، ودايما جمهوره واعضائه سند ليه في المره والحلوه باذن الله. كل سنه وبلدنا مصر في امن وامان، وكل سنة والخير لبلدنا بإذن الله، ولحضراتكم كل الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.